هذا هو الفيديو رقم 3 والأخير في شابتر 16 اللي هو اللي بتكلم عن الويب بشكل عام، ولكن ممكن نعمل فيديو كمان حل مسائل يعني على كل الشابتر بعد ما تكوني فهمتيه بشكل كويس. القطعة الأخيرة من هذا الشابتر أو الجزء الأخير اللي هو standing wave أو الأمواج التوافقية وإلها اسم يعني الواقفة. شو يعني أمواج standing wave؟ هاي الويف اللي زي ما احنا شايفين بهذا الشكل، إنه إذا التقت موجتين وشرطها يعني أن تلتقي موجتان، واحدة رايحة بهذا الاتجاه والثانية جاية بهذا الاتجاه باتجاهين متعاكسين، لهما نفس الامبليتود، لهما نفس اللمدة، نفس الفريكوانسي. فإذا التقوا فإيش راح يتكون؟ راح يتكون الشكل اللي أمامنا. في إشي بسموه نودز، هذه اللي بجوة اسمها نودز، عقد. وفي إشي اللي هي البطون، هاي أنتي نودز، يعني عقد وبطون زي ما احنا شايفين. ويتشكل عدد من العقد والبطون، فمثلا عندي هاي 1 2 3 4 مثلا في هذا الشكل تشكل 4 بطون اللي بنسميه N، عدد البطون. احنا بنعرف بشكل عام، بشكل عام كان Y تساوي YM sin KX ناقص أوميجا T، هذا إذا كانت موجة لوحدها ماشي باتجاه اليمين. Y كنا تقول YM في ساين KX بلس أوميجا T إذا كانت موجة ماشي بهذا الاتجاه لليسار. الآن Y تساوي YM ساين KX في كوساين أوميجا T، كنا نضرب باثنين، هذا إذا كان موجتين، موجة رايحة لليمين لليسار وموجة ثانية رايحة بالاتجاه الآخر لليمين، واحدة لليسار واحدة لليمين، فيتشكل هذا اللي عندي. وهذا هو شرط الستاندينج ويف. إذا حتى يصير ستاندينج ويف لازم يتحقق هذا الشرط. وبالتالي احنا بنقول هون يعني التعريف الرئيسي if two sinusoidal wave يعني بهذا الشكل the same amplitude, the same wavelength, the same frequency but opposite direction، يعني واحدة جاية هيك والثانية رايح بهذا الاتجاه along stretch string. هون الشرط المهم انه لازم يكون عندي واير او string مربوط من الطرفين، يعني مربوط من هون ومربوط من هون، فبالتالي تتشكل في الستاندينج ويف بهذا الشكل. اوكي، اذا هذا الشرط اللي قلنا عنه، لا يمكن يحدث ستاندينج ويف بدون وجود هذا الشرط. اذا يتكون 2YM، يعني لما يكون عندي زي هيك ويتكون بهذا الشكل مثلا، فالمسافه من هون لهون هاي تساوي 2YM، تمام؟ يعني الستاندينج ويف أخذنا الجزء العلوي، هاي اللي هي الواي أم اللي كانت تسمى الماجنيتيود الأمبليتيود. ماجنيتيود الأمبليتيود هنا راح يساوي 2YM وليس واي أم واحدة، 2YM ضرب الساين ضرب الكوساين أوميجا تي. السؤال الآن كيف بدنا نفهمها بشكل كويس ونتعامل معها؟ سنأخذ في حالة واير. نتخيل الآن سلك مشدود، هاي جدار وهذا جدار ثاني، وأجينا وضعنا وير بينهما مربوط وهزينا، فإذا عملنا في اهتزاز إيش راح يصير؟ راح يصير الإشي التالي. اللي راح يصير إنه ستتشكل مثلا بهذا الشكل standing wave، تمام؟ هاي هي الستاندينج ويف زي ما احنا شايفين. الستاندينج ويف هاي بدنا الآن ندرس شو علاقة طول هذا، لو افترضنا انه طوله L اللي هو اللينكث حق الحبل السترينث اللي عندي، شو علاقته مع ال L، شو علاقته مع الفريكوانسي، شو علاقته مع اللمدة، شو علاقته مع الفيلوسيتي.
أول معلومة إنه الفيلوستي إحنا عارفين تساوي التنشن على ميو اللي إحنا بنعرفها سابقا. لكن السؤال الآن شو علاقة ها مع اللمدة؟ أول إشي عشان يتشكل هذه النقط، يعني هون مثلا شو راح يكون الساين؟ صفر. هون الساين صفر، هون الساين صفر في هذه المناطق. عندها معنى هذا الكلام إنه ساين كي ال تساوي صفر، اللي هو الجزء الأول من هذه المعادلة راح يساوي صفر. ومتى يكون كل صفر؟ عندما يكون الساين صفر. متى يكون الساين صفر؟ متى يكون الساين إيكوال صفر؟ بيكون الساين إيكوال صفر عند ساين الباي تساوي صفر، ساين 2 باي جرب بالحاسبة يساوي صفر، ساين 3 باي يساوي صفر، يعني ساين N باي يساوي صفر، حيث N تساوي 1 2 3 إلى آخره، حيث هذول الأنات هن عدد البطون. بعد شوي راح نكتشف. إذن متى تكون N تساوي الساين يساوي صفر؟ عندما يكون عدد صحيح من البايات. إذن معنى هذا الكلام إنه ساين KL يساوي ساين N باي وبالتالي صفر، يعني ال KL يساوي N باي. مظبوط ولا لا؟ بالآخر هاي طريقة الاشتقاق مش مهمة لأن راح أصل لمعادلة نهائية، بس ال K تساوي 2 باي أوفر لامدا ضرب ال L يساوي 2 باي. لاحظوا الباي مع الباي بتطير. معنى هذا الكلام إنه L تساوي أوكي اثنين سوري N هنا قلنا شو N بشكل عام، N بتكلم أنا بشكل عام، N في L في لامدا على اثنين، يعني راح يصير عندي طول الحبل راح يساوي عدد صحيح من أنصاف الأمواج. تمام، هاي هي المعادلة اللي very very important واللي إحنا بحاجة إلها، والباقي كله أنسى كيف وصلنا لها مش مهم. يعني بمعنى آخر لما N تساوي واحد، يعني نتخيل الشكل هيك، فمعنى هذا الكلام إنه أنا عندي هاي نص موجة وهاي نص موجة، يعني N هون تساوي واحد، وبالتالي برأيكم هي إيش L يساوي هون؟ يساوي واحد ضرب لامدا على اثنين، يعني L تساوي لامدا على اثنين. طيب لو كان عندي هيك، هاي واحد هاي اثنين، معناته هون الآن كم بتساوي؟ اثنين، يعني L تساوي اثنين في لامدا على اثنين، يعني L تساوي لامدا اللي هو طول الحبل من هون لين هون كله هذا L. طيب لو N لو كان عندي هيك، عندها واحد اثنين ثلاث، يعني N تساوي ثلاث، عندها L تساوي عدد صحيح قلنا اللي هو ثلاث في من أنصاف الأمواج، وهكذا دواليك. إذن هذه هي القاعدة اللي تعلمناها. يلا خلينا نأخذ مثال. مثلا بيقول لي هون a standing wave established in a string، تشكلت في هذا الحبل، the wavelength of one of the component traveling is، يعني احسب find the wavelength. بنقول له اوكي الطول الحبل هيو 6 متر قايل لي، والان كم؟ 1 2 3، الان تساوي 3. معنى هذا الكلام حسب القاعده اللي اتفقنا عليها انه طول الحبل يساوي عدد صحيح من انصاف الامواج. يلا الال 6 والان 3 لامدا على 2، إذن معنى هذا الكلام يساوي 6 تساوي 3 على 2 لامدا، يعني لامدا تساوي 2 ضرب 6 على 3 ويساوي 12 على 3 ويساوي 4 متر. إذن وين الجواب؟ هو هاي الخيار الموجود عندي 4 متر. تمام؟ يلا مثال آخر في هذا الشكل أيضا، أنايلون جيتار string has linear density. إذن إيش linear density المقصود فيها؟ الميو. تمام؟ إذن هو معطيني الميو تساوي 7.2 جرام لكل متر. دائما بنحول الجرام لكيلو جرام، يعني 7.2 ضرب
10 قوة سالب 3 صار كيلو جرام لكل متر. ومعطيني أيضا هون التنشن القوة. The fixed supported are D. هاي من هون لين هون سماها D. يعني D اللي هي نفس ال وتساوي 90 سنتيمتر. بنحولها لمتر. بنقسم على 100 بصير 0.9 متر. هاي ال اللي هي D. The string oscillating in standing wave. زي ما احنا شايفين. كم عندي؟ 1 2 3. يعني N تساوي 3. أوكي. Calculate the speed. أول حاجة السبيد بدوش حكي. السبيد من المعلومة القديمة اللي هو التنشن على الميو ويساوي الجذر. وينك يا التنشن؟ 150. وين الميو؟ عندي هيها الميو موجودة في السؤال. 7.2 × 10 ÷ 3. إذن صار عندي جذر 150 تقسيم 7.2 exponential سالب 3. طلع الجواب يا بوي 144.3 متر بير سكند. هذه السرعة. طيب بده الويف لينكث. ما هو الويف لينكث؟ الويف لينكث احنا اتفقنا انه طول السلك والحبل اللي عندي يساوي عدد صحيح من انصاف الامواج. الال بيقول لي 0.9. الان 1 2 3. اللمدة هي المطلوبة تقسيم 2. يعني اللمدة تساوي 2 ضرب 0.9 على 3. ويساوي لامدة تساوي 0.6 متر. أوكي شو مطلوب؟ الفريكوانسي. الفريكوانسي طبعا خلاص احنا بنعرفنا من المعلومة القديمة انه السرعة تساوي لامدة في الفريكوانسي. انتهى. اذا بسهولة بقدر أطلع الفريق. السرعة موجودة عندي 144.3 واللمدة 0.6. You can get the frequency. الفريكوانسي تساوي 144.3 على 0.6. 144.3 تقسيم 0.6 اللي هي السرعة. وبالتالي الفريكوانسي طلعت عندي تساوي 240.5 هيرتز. تمام. إذا لاحظوا كم الفكرة بسيطة. هذا الشرح اللي كنا وضحناه أكثر، وضحناه فوق بشكل مضبوط. نيجي الآن لإشي أهم اللي هو إشي اسمه الهارمونيك. الهارمونيك اللي هو بربط بين الستاندينج ويف والأوتار، أو ما يسمى الريزونانس. الهارمونيك يعني التوافقات واللي بيكون في الموسيقى. الريزونانس خلينا نربط ايش العلاقة بين الفيلوس بين اللمدة بين الفريكوانسي وبين اللمدة. احنا بنعرف انه وصلنا لحد الان انه ال تساوي عدد صحيح من انصاف الامواج. طيب بس احنا بنعرف ايضا انه السرعة تساوي لمدة في الفريكوانسي. يعني انا بقدر اطلع من هون اللمدة تساوي 2L/N. أوكي يلا عوض ليها هون. إذن الV تساوي 2L/N في الفريكوانسي. مرة أخرى أنا بعنيني الاشتقاق النهائي. إذن الفريكوانسي أو الهارمونيك اللي هو التردد يساوي N في الفيلوسيتي على 2L. يعني عدد حيث N تساوي 1 2 إلى آخره، عدد التوافقات الفيلوسيتي السرعة على 2L. فنبدأ بالأول إشي. أول حاجة واحد ما يسمى بالفيرست هارمونيك. فيرست هارمونيك يعني أن تساوي 1. أوكي أن تساوي 1 القاعدة بتقول هيها الفريكوانسي 1 اللي هو الفيرست هارمونيك يساوي 1 ضرب V على 2L. تمام. V على 2L. وبالتالي اللي احنا بنعرفه اصلا يعني انه L تساوي N في لمدة على 2. يعني N تساوي 1 يعني لمدة، L تساوي لمدة على 2، والF يساوي السرعة على 2L من هذه المعادلة. طيب السكند هارمونيك متى يحدث؟ at N تساوي 2 شو بنسميه؟ سكند هارمونيك. السكند هارمونيك معناته ايش صار؟ L تساوي عدد صحيح من انصاف الامواج زي ما اتفقنا. يعني
2 في لمدة على 2 يعني لمدة، L تساوي لمدة، وبالتالي فريكوانسي إيش راح تساوي؟ N في V على 2L يعني يساوي 2 في V على 2L يعني السرعة على الطول. This is second harmonic. الثيرد هارمونيك كم؟ إذا لاحظوا في الفيرست هارمونيك في بطن واحد، في السكند هارمونيك في كم بطن؟ بطنين. في الثيرد هارمونيك 1 2 3 وهكذا. الثيرد هارمونيك ما يسمى بالثيرد هارمونيك يعني N تساوي 3، يعني في عندي 3 بطون عندها الفريكوانسي إيش راح يساوي؟ N زي ما قلنا في V على 2L، شو بدنا نحط بدل N؟ 3 في V على 2L. طيب والال يساوي عدد صحيح من أنصاف الأمواج، وش هيك اتفقنا؟ يعني 3 في لامدا على 2 اللي هي هذا الكلام. إذا هذا ما يسمى بالهارمونيك. فلما بيقول لك احسب الفيرست هارمونيك يعني احسب فريكوانسي 1، السكند هارمونيك يعني اف 2، الثيرد هارمونيك يعني ان تساوي 3 اف 3 وهكذا دوالك. فخلينا نحل المسائل ونشوف. من المسائل المهمة مثلا لو أخذنا هذا المثال كثير جميل، بيقول لي في هذا السؤال تمام، في عندي أنا سلك طوله هذا من هون لين هون اللي هو L تساوي 8، وفي عندي كلها هاي بوينت اللي هو الارتفاع من هون لهون كله 8 مليمتر، يعني من هون لهون اللي هي 2YM تساوي 4 مليمتر، يعني لو بدي واي ام لحالها تساوي 4 على 2 ويساوي 2 مليمتر، لانه هذه تساوي كلياتها 4 اللي هي 2 واي مليمتر. اوكي خلينا نشوف شو المطلوب. بيقول هنا شوز ريزونانس اوسيليشن، الام الماس تساوي بالكيلوغرام، هي بالجرام، اذا ام تساوي 2.5 جرام، بنحولها لكيلوغرام صارت بالكيلوغرام، الطول 0.8 متر، and الشد القوة تساوي 325 نيوتن. What is the wavelength لمدة؟ أول حاجة بده الwavelength لمدة، بنعدهم 1 2 3 4، إذا أنا عندي 4، الطول يعني N تساوي 4، الطول يساوي عدد صحيح من أنصاف الأمواج، مظبوط هيك الحكي؟ نعم. الL كلياته هو حاكي لي بيقول لي 0.8 متر، الآن 4، اللمدة بدي إياها على 2، يعني 0.8 تساوي 4 على 2 2 لمدة، يعني لمدة تساوي 0.8 على 4 وتساوي 0.4 متر. تمام، هذه إذن what is the wavelength a traveling producing standing wave and what is the harmonic number. الهارمونيك نمبر N تساوي 4، هاي معنى الآن. What is the frequency؟ ما هي الفريكوانسي اللي ماشي خلال هذا السلك؟ احنا امامنا حالتين، اما بنطول الفريكوانسي من N في زي ما قلنا السرعة على 2 قلنا على 2 L، وبالتالي N تساوي 4، والفيلوستي بحسبها من خلال V تساوي جذر T على mu، أو السرعة تساوي لمدة في الفريكوانسي. السرعة أنا أصلا بدي أحسبها أوتوماتيكلي، بقدر أطول الفريكوانسي، إذن بقدر أحسب من خلال طريقتين راح يطلع نفس الجواب. يلا إذن أول حاجة لازم تحسب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي تساوي جذر التي على الميو، وتساوي جذر وين التي موجودة في السؤال 325 نيوتن، الميو طبعا احسبها، الميو من البداية بقدر أحسبها اللي هي تساوي M over L وتساوي 2.5 في 10 قوة سالب 3 على 0.8، 2.5 exponential سالب 3 تقسيم 0.8 ويساوي عندي طلعت الميو تساوي 3.12 في 10 قوة سالب 3، إذن على 3.12 في 10 قوة سالب 3. أوكي إذا جذر 325 تقسيم هذا الرقم ويساوي طلعة السرعة عندي 322.5 متر لكل سكند. تمام، الآن بدك تطلع الفريكوانسي، يا بتستخدم هذه يا بتستخدم هذه وراح يطلع معك نفس الجواب. أنا بدي أستخدم الإشي القديم لأنه أسهل إلي، V تساوي لمدة في الفريكوانسي، الفيلوسيتي حسبناها
0.5 واللمدة حسبناها طلعت 0.4. إيش الفريكوانسي؟ إذن الفريكوانسي يساوي 322.4 over 0.5 over 0.4. إذن قسمة 0.4 ويساوي الفريكوانسي 806.2 هرتز. تمام؟ يلا نشوف شو كمان بعد بده. What is the frequency? What is the maximum magnitude? What is the maximum magnitude at the transverse velocity UM? What is the maximum magnitude of the UM? The velocity at transverse at x تساوي 0 at x تساوي 101.18. Okay. بنقول له بسيطة. هو بده الآن أنا عندي standing wave. تذكر standing wave يعني y تساوي بدنا نكون عارفين إنه هي عبارة عن ym sin kx cosine omega t. تمام. الآن هاي معادلة الواي. اليو اللي هي تذكر في تكلمنا سابقا لما يقول لي transverse velocity فالمقصود فيها هي مشتقة المسافة بالنسبة للزمن. اشتقها هاي راح تساوي 2YM. الساين مش حيصير عليه أي شيء. الكوساين حيصير ساين ومشتقة ما داخله حتطلع الأوميجا برا. حيجي عندي هون أوميجا. إذن صار عندي اليو أم تساوي 2Y ماكسيمم في W في ساين KX ساين أوميجا T. الآن لما بيحكي لي بدي ماكسيمم معناته هذه هاي راح تروح واحد لأنه ماكسيمم. وقال لي الإكس هو حاكي لي عند إكس تساوي بوينت كم؟ عند إكس تساوي بوينت 18. إكس تساوي بوينت 18 متر. أوكي إذن يو أم تساوي 2. الواي أم إذا بتتذكروا نرجع للسؤال من الأول. إحنا قلنا هذه كلياتها من هون لين هون 8 مليمتر. إذا قسمناها بالنص بضل 4 مليمتر. بس هاي من هون لهون تساوي 2YM. فال2YM كلها تساوي 4 متر. يعني 2 في الYM الوحدة معناته راح تكون 0.2 مليمتر. مش هيك اتفقنا؟ أوكي؟ لا 2 مليمتر مش 0.2. 2 مليمتر. والمليمتر بنحوله لمتر 10 قوة سالب 3. الأوميجا اللي هي 2 باي ضرب الفريكوانسي. مظبوط ولا لا؟ والفريكوانسي عندي ساين الكي 2 باي اوفر لامدا. الاكس هو جاي لي 0.18. تمام. اذا يو ام تساوي 2 في 2 4 ضرب 10 قوه سالب 3 ضرب 2 باي ضرب الفريكوانسي. احنا حسبنا الفريكوانسي. نعم حسبنا 806. 806.2 ضرب ساين 2 باي ضرب 0.18 على لمدة. اللمدة موجودة؟ نعم موجودة بالسؤال. اللمدة تساوي وين كان لمدة؟ اللمدة تساوي هيها 0.4 على 0.4. ما إلك إلا تعوض في الحسبة. إذن يو أم تساوي يلا عندي 4 إكسبوننشال سالب 3 ضرب 2 ضرب باي اللي هي 3.14 ضرب 806.2 ضرب ساين افتح قوس 2 ضرب 3 ضرب 3.14 اللي هي باي ضرب 0.18 قسمة 0.4 سكر القوس ويساوي طلع هذا الحكي كلياته 0.998 متر بير سكند. يعني تقريبا 1 متر بير سكند. يعني نتأكد من الأرقام بس هي الطريقة صح 100%. بالتوفيق.